والحمد لله كنشكر الله سبحانه وتعالى اللي بسببه بفضل ديال الله سبحانه وتعالى احنا باقي على قيد الحياه. وكن ثم كنشكروا السلطات ديالنا والملك ديالنا اللي تعاونوا مع الشعب ديالهم والشعب ديالهم تعاون معاهم. والحمد لله احنا خارجين اليوم باش نديروا واحد نبدلوا هذيك النفسيه الصعبه اللي كانت عندنا وهذا الشيء اللي كاين الحمد لله. حيت الوليدات اخويا ما خرجوش وبقاو في واحد الضغوطات نفسيه وما تيخرجوا ومشدودين في الديور ديالهم. دابا كتشوف الدراري الصغار هما كلهم خارجين كلشي كيلعب بواحد البهجه ابتسامه في الوجه. في الاول كان جاني بحال شي قرار متسرع شويه على حساب كيفاش بزاف ديال الناس غير ياجيو غيخرجوا قدروا ما يديروش داك الحذر والحيطه ديالهم ما ياخذوهاش، ولكن انا ما نقدر نحبس حتى شي واحد. انا دابا واخد راحتي وخارج شوف عايش الحياه انا والدري بحالي بحاله، يعني ما نقدر نمنع حتى شي واحد. ملي شفنا انا الفرحه على وجوه ديال الناس والله الا ارتحيت. انا كنت ضد الفكره ديال الخروج. الدري قال لي يلا ما كاين حتى شي حاجه بحال داكشي، بصراحه كتجيب البهجه. انا فرحان لان في هذيك الوقيته ملي كنا في الكونفينم وبنادم كان مخلوع ما عارفش يجبد كاع الافكار الخايبه تطيح ليه في البال، كيقول ما يبقاش الخروج ما تبقاش الراحه. الدراري الصغار اللي ما عارفين والو باغيين غير يلعبوا ما يقدروش يخرجوا. هو هادشي كامل هو وقع دابا. في الاول ملي يلا بدا هادشي قلت راه عمرو غادي يكون غادي يتبدل المغرب، الدنيا كامله غادي تتبدل، ولكن دابا راه تبارك الله راه شوف كلشي واخد راحته. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم بالنسبه لنا احنا راه بحال شي عيد، هذا بحال شي عيد كنحتفلوا به جميع. بالنسبه للديكوفينمون عانينا بزاف بالحجر الصحي، يعني كاين ستريس الخوف من المرض، ولكن الحمد لله مع كيف ما كنقولوا هذا الرفع الحجر اعطانا واحد الثقه في النفس. خرجنا الوليدات تنفسوا البحر ان شاء الله الرحمن الرحيم تاهو غدا احيانا الله سبحانه وتعالى نمشيو يتمشوا شويه ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يكون الحيطه والحذر. رغم هذا الخروج هذا وهذا الديكونفينمون خاص الانسان ديما ياخذ الحيطه والحذر لان المرض راه باقي كاين وباقي منتشر. ونطلبوا من الله ننتصروا عليه ونبقاو ما نتصدموش وما تكونش شي موجه ثانيه اللي غتعاود ترجعنا للهويه ديالنا. ونطلب من الله نبقاو تبقى هذا الخروج ديما ان شاء الله حتى جيسكا 30 ان شاء الله. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.